العمليات الجنسيه زي اي نشاط بتاديه وخاصه الانشطه البدنيه بتحتاج لمجهود، والمجهود ده انت هتاخده عن طريق التغذيه السليمه. في الحلقه دي هعرفك ايه الاغذيه اللي هتساعدك على زياده النشاط الجنسي، وفي نفس الوقت ازاي تحافظ على الخلايا التناسليه او الجنسيه سواء انت راجل او ست. لو مهتم تابع معانا. واول نوع معانا من التغذيه هو التمر البلح. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عن الفوائد البلح من قبيل الأذن، وده أكبر دليل يقول لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. مفيش حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام قالها والعلم ما أثبتش في المستقبل بعد آلاف السنين إن هي صح. فأول حاجة لازم تعرفها إن البلح ده مهم جدا لصحة الجسم بصفة عامة، بيحتوي على العديد من الأملاح المعدنية مهمة جدا لصحة العلاقة الجنسية، كمان بيزيد من السائل المنوي عند الرجالة، وبيحافظ على الخلايا المبطنة للجهاز التناسلي عند السيدات. تاني نوع معانا وهو اللحمة والبيض والفراخ. لما نقول لحمة وبيض وفراخ هو أنواع البروتينات المميزة. ليه؟ لأن بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من البروتينات الصحية لجسمنا والمفيدة لجسمنا. ولما نقول بروتين لازم نكون عارفين ان البروتين مهم جدا لخلايا الجسم بصفة عامة، لانه هو اللي كل شوية اما الجسم كل حركة كل يوم جسمنا بيجدد الخلايا، عشان يجدد الخلايا دي محتاج نوع مهم جدا من الاكل وهو البروتينات. البروتينات دي جسمك بيحتاج منها على الاقل كل يوم 1 جرام. لو انت عاوز تحافظ على الخلايا التناسلية في جسمك فانت لازم تاخد 1 جرام لكل كيلو في جسمك، يعني لو وزنك 70 كيلو جرام فانت هنا محتاج 70 جرام بروتين. وبرضه حابب اوضح حاجه مهمه جدا، ال 70 جرام بروتين مش معناهم 70 جرام فراخ 70 جرام لحمه، لا، كل نوع من الانواع بيحتوي على نسبه معينه من البروتين. يعني مثلا ال 100 جرام من صدور الفراخ بيحتوي على 27 جرام من البروتين. اهتم بالموضوع ده وركز فيه، وده مش هيكلفك كتير لان النسبه اللي انت هتحتاجها نسبه قليله، وفي نفس الوقت هتحافظ على صحتك بصفه عامه. ثالث نوع معانا كلنا عارفينه وهو الجرجير. الجرجير مهم جدا لصحه الجسم بصفه عامه ولصحه الخلايا الجنسيه سواء عند الرجل او عند السيدات، فاهتم بالجرجير وحطه حتى على السلطه لو انت مش متقبل طعمه. رابع حاجة معانا وده من الأغذية اللي كان بيطلق عليها في الشعوب قديما ان هو نبات الخصوبة. طبعا مش هتصدق هو ايه لان ناس كتير جدا ما تعرفش المعلومة دي، هو الخص. الخص مهم جدا للعلاقة الجنسية سواء للراجل او للست. عند الرجالة بيزيد من السائل المنوي ومن قوته ومن قدرة الحيوانات المنوية والحفاظ على صحتها، وفي نفس الوقت عند السيدات بيمنع الطلق المبكر، وده هيحافظ على الخلايا بتاع الجنسية عند السيدات وعند الرجالة. خامس نوع معانا الجزر. ولما نقول الجزر لازم نعرف ان هو فيتامين ألف. فيتامين ألف ده مهم جدا للجسم بصفة عامة، وفي نفس الوقت مهم جدا للخلايا الجنسية لانه بيحافظ على الخلايا الجنسية من التلف. مش بس كده، ده بيزيد من الخصوبة عند الرجالة وعند السيدات والرغبة الجنسية، ودي حاجة مهمة جدا. ودي من ضمن مشاكل العصر ان في بعض الرجالة وبعض السيدات اللي هم ما عندهمش رغبة اصلا للعلاقة الجنسية، فانت اهتم بالجزر وبالاكل اللي بيديك فيتامين ألف، فده هيزود يعني رغبتك للعلاقة الجنسية. رقم 6 البقدونس. البقدونس مهم جدا لانه بيحتوي على العديد من الاملاح المعدنية زي الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. ولما نقول املاح معدنية يبقى لازم تكون عارف ان ده هيرتبط بالقدرة الجنسية، لان القدرة الجنسية بتحتاج لبعض المعادن ودي هتلاقيها موجودة بصفة كبيرة جدا في البقدونس. فلو مش متقبل طعمه وحطه على السلطة، المهم تاكله باي صورة ايا كانت، مش مهم الكمية يكون كبيرة بس حاول تدخله في اكلتك في اليوم. رقم 7 هو نوع من انواع الاكل او نوع من انواع الحبوب، مهم جدا لانه بيزود الشهوة الجنسية سواء عند الرجالة او عند السيدات، وهو حبة البركة. حبة البركة مفيدة جدا وبتزود من الشهوة عند الرجالة وعند السيدات، ودي مشكلة احنا اتكلمنا فيها قبل كده ان هي ان في بعض السيدات ما عندهمش الشهوة الجنسية، فده هتزود نوعا ما من الشهوة الجنسية عند السيدات. رقم 8 وهو الكنز. ولما نقول كنز لازم نربط الكنز بالعلاقات الجنسية بالمأكولات البحرية. المأكولات البحرية مش سمك بس، لا، جميع المأكولات اللي في البحر. وليه بقى حابب اقول لك انت ليه الاكلات دي مفيدة جدا؟ تحتوي على املاح معدنيه عاليه قوي. ولما نقول املاح معدنيه، الملح او الحاجات المعدنيه دي بتتاخد من التربه. فالتربه بتاعتنا بقت مستهلكه، اتلوثت، فتلاقي ان الاملاح المعدنيه فيها قليله. ايه الحاجه الوحيده اللي لسه موجوده وعلى عمق كبير جدا فما اتضرتش؟ هي التربه بتاع البحر. والسمك بيتغذى وعايش في التربه دي، فعشان كده ان الاسماك والمأكولات البحريه تحتوي على نسبه عاليه جدا من الاملاح المعدنيه الهامه للعلاقه الجنسيه بصفه عامه عند الرجاله وعند السيدات. مش بس كده،
ده السمك كمان غني بنسبة عالية جدا بالبروتينات، واحنا اتكلمنا ان البروتينات دي بتحافظ على الخلايا بصفة عامة وبتجددها، وبصفة خاصة الخلايا الجنسية عند الراجل وعند الست. مش بس كده كمان، ده هو بيساعد على تنظيم الدورة الشهرية عند السيدات، يعني لو في مشاكل في الدورة الشهرية نحاول ندخل بعض المأكولات البحرية، فده هيساعد على تنظيم الدورة الشهرية بقدر ممكن. النوع رقم 9 معانا وهو العسل النحل. العسل النحل سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم ان هو مفيد جدا وفيه شفاء للناس. فعسل النحل هو منشط جنسي قوي جدا للرجالة وللسيدات، بس طبعا ما ينفعش ناخد كمية بدون حساباتها من السعرات الحرارية اللي جسمي محتاجها عشان ما زودش في وزني. فلازم ما اجي اخد اي نوع من انواع الاكل ده تكون من ضمن السعرات الحرارية اللي جسمي محتاجها عشان ما يحصلناش زيادة في الوزن ولا انقاص في الوزن لو احنا قللنا عن السعرات الحرارية اللي جسمنا محتاجها. رقم 10 معانا وهو بروتين الغلابة. ولما اقول هنا بروتين الغلابة انا اقصد الفول السوداني او السوداني. السوداني نوع من انواع المسليات بس عظيمة جدا، بتحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات، واحنا اتكلمنا ان قد ايه البروتينات مهمة للحفاظ على خلايا الجسم بصفة عامة والخلايا التناسلية عند الرجالة وعند السيدات بصفة خاصة. غير كده ان هو بيحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون وبرضه بعض الاملاح والفيتامينات المعدنية، وهو منشط قوي جدا في العلاقة الجنسية. رقم 11 المكسرات. المكسرات بتحتوي على نسبة كويسة جدا من البروتينات والدهون الصحية. الدهون الصحية دي مفيدة جدا للعلاقة الجنسية وبتزود من السائل المنوي عند الرجالة وبتحافظ على الخلايا الجنسية عند السيدات، وهو حاجة عظيمة جدا لازم نهتم بيها. وهنا حابب برضه اقول حاجة مهمة جدا، ان انت بس لو حطيت من جنيه لاتنين جنيه في اليوم فانت هتاكل المكسرات اللي جسمك محتاجها، 5 حبات بس في اليوم، مش محتاجين اكتر من كده، من اي نوع من انواع المكسرات اللي انت تكون بتحبها، حافظ عليها، فيها نسبة كويسة جدا من الفيتامينات والاملاح المعدنية. اخر نوع من انواع الاكل وانا بقول عليه هو الوحش. لما اقول الوحش اقصد في اي حلقة بتكلم فيها عن التغذية ما بنساش اتكلم على السلطة. السلطة لازم ثقافتنا تتغير فيها، لازم ثقافتنا من اول واحنا بنربي اولادنا ان هم يحبوا السلطة. السلطة بتاعتنا لازم تتكون اقل حاجة من 5 اصناف الوان مختلفة. ولما بقول 5 اصناف وبكتب في برنامج الغذائي لاي حد متابع معايا ان اللي انا كل اقل حاجة طبق سلطة مكون من 5 اصناف بالوان مختلفة، انا هنا اقصد ان انا اجمع اكبر قدر من الفيتامينات واكبر قدر من الاملاح المعدنية، لان كل لون سبحان الله فيه بعض الفيتامينات والاملاح المعدنية. فاهتم بطبق سلطة على الاقل 1 في اليوم، طبق متوسط دخل فيه جميع الالوان، وحاول تزود من اللون الاخضر لانه بيحتوي على العديد من المعادن، والمعادن يبقى علاقة جنسية قوية. في النهاية حابب اقول حاجة مهمة جدا، انا فعلا بحاول استمر في المحتوى، بس طبعا المحتوى العلمي على اليوتيوب مش بيلاقي اقبال، وغير ان في ناس عاوزة اتجاه معين. فانا حابب اتكلم هنا واقول ان انت لو يهمك القناة بتاعتي ويهمك اللي انا انجح، ما تنساش ان انت تدعمني بان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. حاول تعمل لايك للفيديو لو عجبك، تعمله شير ومشاركة ما بين الناس. ما تنساش كمان تسيب لي رأيك في الكومنت، حاول تخليني اطور من المحتوى بقدر ممكن. سيب لي رأيك ايه اللي انت عايزه، وان شاء الله في مفاجأة قريبة جدا اللي انا هعمل كورس مجاني تغذية هتكلم فيه عن كل حاجة لتغذية الرياضيين من الالف للياء. وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.